ان شاء الله لكف الغار مدينة تازة. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا في قناة يلا نسافرو. اليوم تنتواجدو ان شاء الله جيت مغارة كف الغار، هذه المرة الثالثة ان شاء الله اللي غادي نكونو تكتشفوها. ودابا راه تقريبا مازالنا واحد الساعة ديال المكانة ديال الطريق على الرجل، وغادي نكتشفو هذه هي المغارة. راه هي قدامنا والطبيعة خلابة، وما تنساوش تعليقكم للقناة ديال يلا نسافرو. هذه هي البداية ان شاء الله، مازال تشوفو مناظر بزاف في المغرب.
ديالو. انا علمتكم الدراري شعلوا الضو هانتوما هربوا. لما كنت